قبل ما نرجع بقى للاستدامة وكده، كنت كلمتني على الكريستال بيراميدز. ايه هو الكريستال بيراميدز؟ دي فكرة الحقيقة يعني ايه، يعني نتيجة مناقشات فكرية كبيرة بيننا وبين الشاري، والشاري قال يعني احنا عايزين نعمل هرم جديد، احنا قصاد منطقة الاهرامات وعايزين نعمل هرم جديد زي ما في فرنسا، نقلا مستوحى من في الشانزليزيه في أركو دي تريانف. أركو دي تريانف ده بينه وبين لو ديفانس 5 كيلو، فده العراقة والتاريخ اللي اتعمل مئات السنين، وده اللي اتعمل حديثا، وفي النص في مماشي إدارية وتجارية في قمة النجاح. فقال لك احنا كمان عايزين نعمل هرم جديد، على بالصدفة مكانه بين جسم الهرم وبين هذا الهرم الجديد 5 كيلو، يعني مستوحى من نفس الفكرة الفرنسية. فعمل مبنى شكله هرمي، فبالتالي يعني المساحة البنائية نصها راح، بس في الآخر طلع شكل هرمي إبداعي. فكرته قايمة على أن الهرم أصلا بيدخل فيه 8 أشعة، فهو عمل التصميم بتاعه قائم على 8 أشعة بالشكل اللي ظهر قدامك ده، ونتج عنه أنه بقى يعني اختراع جديد بالشكل اللي انت شايفاه. ده شكل جمالي يعني ولا ده فيه وحداته؟ ده وحدات فندقيه، ده اكستريم لهاي اند فندقيه واداريه بالشكل ده. بين الفندق بقى ده، لو هو وقف دقيقه واحده كده، بين المكان الفندق المقترح ده وبين الطريق الممشى اللي بيوصل على اول طريق الفيوم منه على الاهرامات على طول، اتعمل بقى ممشى تجاري، اتحط فيه براندات، اتحط فيه لاندسكيب، اتحط فيه اعداد، اتحط فيه الستيج، حاجه اكثر من رائعه، مستوحى من الفكرة الفرنسية. الفكرة دي طبعا تكلفتها مرعبة، ولكن العائد بتاعها الاستثمار السياحي في المنطقة دي أشوفه أنه عملاق. مين اللي قائم بهذه الفكرة؟ يعني قلت لي في فيرمونت، في كذا، مين بقى؟ لا لسه احنا الإدارة بتاعت الفندق ده لسه ما جبناهاش، احنا بندور على إدارة هاي إند طبعا، لأنه بصراحة دي فكرة يعني عبقرية، شكلها حلو قوي كمان، وفيها فكرة very creative، ماجناتيك يعني بين الهرم القديم والهرم الجديد 5 كيلو، زي بين الحداثة والتاريخ يعني نتكلم على فندق شكله حديث جدا، متطور جدا، على بعد 5 كيلو، وفي النص مماشي ولاندسكيب رائعة وأماكن تجارية، يعني فكرة جاذبة جدا جدا. وأعتقد أنها تكون جاذبة في المكان نفسه، أنها تبقى زي كأنه يعني مركز Iconic. ايكونيك بيراميدز. فهي الحقيقه بقى عباره عن ارك كده، عباره عن كيرف كده، في فندق الفيرمونت على اليمين، انتر كونتيننتال على الشمال، وفي النص الكريستال بيراميدز على شكل نص دايره اللي هي برضو الشمس. فاصبح العلاقه من الاي بيرد، من الرؤيه اللي من فوق، رؤيه متكامله جدا. المعماري اللي فكر في ده يعني ذكي وشاطر جدا، عبقري فعلا.